اقتصادية وتنمية كيربطوا الأمر بمسألة لا غوفيرنونس لا بون غوفيرنونس. والحالة أن ولا بون غوفيرنونس إلى ترجمناها سياسيا هي الديمقراطية. لا ما عندناش إن بون غوفيرنونس وما عندناش ربط المسؤولية بالمحاسبة رغم أنه مبدأ دستوري في الواقع لا يطبق. علاش لا غوفيرنونس والديمقراطية مهمة؟ لأنها كتسمح باش تكون عندك مؤسسات مستقلة. كاينة إذن علاقة بين لا بون غوفيرنونس واستقلال المؤسسات. إذن إلا جيتو تشوفوا الحكومة واش مستقلة وجربنا الحكومات المتعاقبة. البرلمان احنا شفنا كيف يعجز أو لا يقوم بالمراقبة ولا يقوم بالتشريع إذا كان كيمثل المواطنين. المواطنين في حاجة إلى محاربة الرشوة أكثر من ذلك. لا يوجد بين الحكومة والبرلمان القيام بواجب التشريع. بمعنى عندنا في المغرب التزام مع الاتفاقية الإفريقية لمحاربة الفساد مع اتفاقية الأمم المتحدة تلزم الدول بأن تشرع. احنا سنوات هذه باش نضمينا لهذه الاتفاقيات وما عندناش تشريع ديال الإطراء غير المشروع. وشفتوا كيف أن هذا الإطراء سحب وكان هو السبب الرئيسي. أنا تبعت النقاش. السبب الرئيسي في سحب مشروع القانون الجنائي كله. لماذا؟ لأنه كيمكن نختلفوا واش نديروا مقاربة جنائية فيها السجن واش يمكن نديروا مقاربة مدنية فيها مصادرة الممتلكات والتعويضات. كيمكن نقبلوا هذه القضية ولكن كتبقى أنه كانت سبب رئيسي. إذن المؤسسات غير مستقلة ولا تقوم بواجبها. وشفنا كذلك كيف أن يعني مجلس المنافسة وصل لواحد النتائج وفجأة تم تجميد هذا المجلس وتم الحديث عن قانون. حتى اللجنة اللي تأسست باش تتبع الموضوع شفنا كيف أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات بنفسه ما بقاش. وكيمكننا ندويو على المفتشيات العامة. كنقولوا بأن هاد هيئات الرقابة صون ديزاكتيفي ماشي مفعلة. وحتى إلا تفعلت مثلا مفتشيات ديال الوزارات إلا قامت شي مفتشية ولقات اختلالات فين كتمشي؟ خاصها تعرضها على الوزير. ولكن الوزير عنده الإمكانية أنه يجمد داك الشيء. إذن كاين مشكلة أن كاين مشكل حكمة كاين عكس على التشريع. ما عندناش تشريع جيد فيه نواقص وعندنا مؤسسات لا تطبق التشريع بشكل جيد وكاين انتقائية. أحيانا كنشوف انتقائية لا في المتابعات ولا في مكافحة. وكاين بعض المؤسسات لا تقدم إلى المحاسبة. دائما كنسمعوا عزل هذا الرئيس ديال المجلس الجماعي إلى آخره. في حين أنه ما كيمكنش واحد الرئيس ديال واحد جماعة ترابية يوغل في الفساد بلا ما تكون عندهم مراقبة من الإدارة الترابية ديال العامل وديال الوالي وديال إلى آخره. إذن بالنسبة لتونس حقيقة تونس ربما بقات الإحصائية ديال 2021 هي اللي بينت لنا فيما يخص مسألة الديمقراطية. ولكن تونس تراجعت بشكل خطير. أنا في الحقيقة كنعتبر ما قام به الرئيس التونسي يمكن أن يشكل جريمة الخيانة العظمى. شنو هي الخيانة العظمى؟ ملي كينقلب واحد الرئيس على الدستور وكينقلب على المؤسسات وكيجمد البرلمان وكيجمد يعني في الحقيقة وراه شفنا حتى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ترفعت أمامها واحد الدعوى وبينات بأن هذا السيد يعني ما بقى غير الشعب ينقلب عليه دابا. طبعا كاين بعض الثغرات اللي كتكون في هذه المؤشرات. مثلا المؤشر ديال التنمية البشرية احنا دائما متخلفين فيه لانه عندنا التعليم والصحه والدخل ديال الافراد كاين الفقر واسع. ولكن هذا المؤشر انا كنت كنلاحظ ان دول غنيه بحال السعوديه متقدمه. علاش؟ لان هذا المؤشر منهجيا مازال ناقص لان ما مدخلينش فيه قياس الديمقراطيه وحريه التعبير. الناس ما عندهمش تعدديه ما عندهمش احزاب ما عندهمش صحافه حره. اذا كاين بعض الخصائص النقائص المنهجيه ولكنها لا تبرر باش نقولوا حنا راه حنا لان حنا بغينا نكونوا احسن
يعني من 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 عدد من الدول اللي فيها دابا انقلابات او حروب. فما خصناش نقارنوا نفسنا ونقولوا حنا احسن نحمد الله، لا، حنا طامعين باش نكونوا احسن واحسن ونقربوا لاسبانيا ونقربوا لهاد الدول. وشكرا.